يسعد اوقاتكم جميعا، برحب فيكم من جديد بقناة هيرتي فود اند بيبر كلي ديزاين. وصفتنا لليوم هي كبدة الدجاج، لكن راح اعملها بطريقة مختلفة عن اللي يمكن غالبا معروفة عند الناس، اللي هي اما بتنعمل لحالها مقلاية مع زيت او مع بصلة. هاي الطريقة لي سنين تبعتها بعد ما جربتها مرة، ومن يومها وانا ما بعمل الا هاي الطريقة، كتير طيبة وزاكية، وراح يحبوها اولادكم وحتحبوها بالبيت كنوع من التغيير، وفيها فوائد اعلى، يعني رفعنا الفائده اللي فيها، ومختلفه عن الطريقه المتعارف عليها. فبالتالي بتمنى ان شاء الله بعد ما اعرض معكم الوصفه انها تعجبكم. خلينا نبدا على السريع استعراض مكونات وصفتنا لحتى نبدا بتحضيرها. عندي هون كيلو كبده دجاج منظفه ومنقوعه بالملح والخل. عندي بصله مفرومه ناعم متوسطة الحجم. عندي 3 جزرات مفرومين مكعبات زي ما انتو شايفين بهاي الطريقة، 3 جزرات. 3 حبات بطاطا متوسطين الحجم، برضو مقطعين مكعبات ومغسولين. محتاجين زيت زيتون ما يعادل 3 معالق كبار. انا بحط على وصفتي زعتر اورجانو، ومتعودة احط ريحان لكن للاسف هلأ ما عندي فمضطرة استغني عنه، لكن هي بنحط عليها كمان ريحان بتعطيها طعم طيبة. وطبعا ملح وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة بهارات مشكلة من بهاراتي اللي انا حكيت لكم عنها سابقا، اللي هي فلفل ابيض، فلفل اسود، قرفة، هيل، وجنزبيل مطحون. احنا بنستعمل على وصفتنا ليمون، فبالتالي راح اعصر عليها ليمون، الليمون خياري. محتاجين 1/2 كوباية مي، ومكعب واحد ماجي مرقة الدجاج. انا عندي البيت يخلص ان شاء الله بعمل وبنزل الوصفة على القناة، لكن هلا مضطرة استعمل واحد ماجي من الجاهز تاع السوق، فمحتاجين مكعب واحد. يلا نحضر وصفتنا مع بعض. انا صفيت الكبدة من الخل اللي عليها وميتها، رح اجيب الطنجرة وارجيكم كيف طريقة التحضير. رح ننزل ما يعادل 3 معالق زيت فوق وصفتنا زي ما انتم شايفين. شوفوا انا ما رح اقلي شيء ابدا، وهي الطنجره ضغط، بالضغط بتاخذ ربع ساعه بالكثير، اما لو على الغاز بدون ضغط بتاخذ نص ساعه او اكثر حسب ما تستوي الخضار معكم. تمام، كل ما قطعت الخضار صغيره بتستوي الطبخه اسرع. فانا رح احط الزيت، رح احط هلا الماجي، رح نزل الكبده اللي انا صفيتها. عندي هون معلقتين البهار، هي معلقة كبيرة، معلقتين صغار يعني. تمام، رح ننزلهم، شوية زعتر أورجانو، فلفل أسود. بنصحكم تجيبوا زي هاي إذا ما عندكم، بصراحة أنا جايباها جديد وكان إلي فترة بدور عليها، كتير رائعة، وريحة الفلفل لما تطحنيه فريش فظيعة. وهي ملح شوي، ما راح نكتر انه في مكعب ماجي بس عشان الخضار. وعندنا هلا بننزل الجزر، كتير سهله وسريعه. والبطاطا ما راح نضيف الليمون هلا، بعد ما تخلص وصفتنا بنضيف الليمون عليها ان شاء الله. والمي بحركهم مع بعض وبحطهم على النار، بخليها تغلي وبعدين بغطيها مدة ربع ساعة وبطفي تحتها، بورجيكم كيف شكلها عند التقديم. خليكم معي شوفوا كيف احركها زي هيك. احنا ما رح نكتر مي، ليه؟ لانه اصلا الخضار والكبدة حتكب مي كمان. تمام، الى النار، انتظروني وقت تخلص اورجيكم كيف شكلها. انا حطيت الطنجرة على النار عالية، لما تطلع الإشارة الحمراء اللي بطنجرة الضغط هون، تمام، أنا بوطي تحتها وبخليها ربع ساعة، وبعدين بطفي تحتها وبضيف الليمون عليها وبرجيكم إياها إن شاء الله كيف شكلها وقت أفتح الطنجرة، وبعدين بلاقيكم عند التقديم. وصفتنا لليوم خلصت، كانت كبدة الدجاج مع الخضار والليمون، عملت جنبها بطاطا مقلية، الليمون خياري مثل ما حكينا، كتير زاكية ومفيدة صحية. أنا ما قليت الخضار لحتى ما أزود السعرات الحرارية الموجودة في الوصفة، موضوع قلي الخضار كمان خياري. تمام، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم، وصحة وعافية سلفا على كل مين بجربها.
إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعمونا بلايك اللي هو زر الإعجاب، وتعليق أو أي سؤال بدكم إياه أنا مستعدة أن أجاوبكم عنه تبعتوه بالتعليقات. وإذا مو مشتركين بالقناة أول مرة عم بتتابعونا ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم برعاية الله، مع السلامة.